ساكت ما حكيت وشاغلني طيفك جوا غرف البيت وعايش لحالي مبسوط ومن غير جواب ولا سؤال ما تغير العنوان والمكتوب هالمكتوب بغض النظر كنت مع حالك أو كان معك فرقة، إذا هاي الفرقة فشلت أو أي شيء صار إلها امسك آلتك واطلع على الستيج. الصوت مع الباند كتير حلو، بس مرات بإمكانك توصل رسالتك إذا كنت لحالك على الستيج، فما تخلي إنه لا الموسيقى هيك الموسيقى هيك أنا عملت، لا خلي شخصيتك هي اللي تتحكم في هذا الموضوع. أنا كتير لعبت مع باندز صراحة وبعدين لقيت حالي كتير مع حالي، فما خليت هذا الإشي يأثر علي بل على العكس خليته يعطيني بوش أكتر. فلأي حد هلأ عم بشوف ما بتكون جيتار كتير كتير يعني بملايين دنانير، بالعكس بتكون آلة موسيقية، لاقي الصوت تبعك واطلع، ما بدك حد، بدك نفسك على الستيج. وأكتب لحالي رسائل
واحكي انه وصلتني منك اليوم، رح اكتب كلام جميل يوقعنا بحب كبير، والبوسات عالخدين وصلوني منك من يومين، رح ابتسم واسأل انتي لسه بخير، واخبي هالحب هالقلب المسكين، رح اقعد مع حالي واكتب لحالي رسائل واقول انه وصلتني منك مع حالي وأكتب لحالي رسائل وأحكي إنه وصلتني منك اليوم، رح أكتب كلام جميل ويوقعنا بحب كبير، والبوسات عالخدين وصلوني منك من يومين، لا